من فضلك بس عايز اسال سؤال. لو انا في الحرم، معلش هو سؤال غريب شويه بس هو غصب عني والله، اتفضل اعذرني، اتفضل. هل يجوز الصلاه خلف الشيخ السدوسي، او هل يجوز الصلاه خلف واحد زي خالد الجندي او علي جمعه؟ جزاكم الله كل خير، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. السؤال واضح؟ اه طبعا واضح، واوضح من كده، ده ضارب نماذج. ده ما اتفقش واحد، ده جاب لك واحد واثنين وثلاثه، يعني ناقص لنا قايمه بالمشايخ دي يعني. بالثلاثه يعني. طبعا ده بالثلاثه بالسدس يعني. طبعا لازم نميز بين الفرق بين اني اخد فتوى من فلان ولا فلان ولا فلان ولا لا، او ان اصلي ورا فلان ولا فلان. اذا احنا هنقول انك انت ترى ان هذا الشخص عالم لكن على فسق، او ليس مرضيا عنه بالنسبه لك، مش حب، طيب ينفع تصلي وراه؟ اذا كان انت الله قدامك المسجد، دخلت لقيته امام، هتعمل ايه؟ مش هتلحق اللي بالجماعه في اي مكان تاني. هو الاصل ان العلاقه بين الامام والماموم ان يكون في موده ومحبه ورضا، لكن الحديث لا تزول ولا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا واحدا، منهم رجل اما قوما وهم له كارهون، ده دخل بالدراع. انما احنا النهارده بقينا في زمن الامام الراتب، الناس بتخش امام جامع معين تحبه تكرهه، القصه بتبقى عامل بايه؟ القاعده عندك بتريح. طبعا في حديث ضعيف، صلوا خلف كل باب وفاجر، انما القاعده الاصح هنا هو انه من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. يعني علي جمعه لو صلى بنفسه، او الشيخ السديس، او الشيخ علي جمعه، او الشيخ خالد الجني، كل واحد صلى بنفسه، لما يصلي منفرد صلاته تصح ولا لا؟ تصح. صحت صلاته بنفسه يبقى تصح صلاته ايه؟ بغيره. وانا استمرت تدور على الاروع وتدور على الافضل بالنسبه لك بقصه ثانيه، يعني الصلاه طبعا تصح مع تحفظنا على بعض الممارسات او اراء هؤلاء الشيخين.